لسه في اول الليل عارف الحته زهق ولا ايه؟ لا مش مساله زهق بس يعني هات العربيه دي ديت؟ لا 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 اللي بعدها عدي يا بيه عدي يا بيه دي سعادتك؟ لا اللي وراها الميني باص ده اوتوبيس مدارس انا عايز اوتوبيس المدارس تعالى يا بس رخصك اركن لي على جنب يلا يا بيه اركن على جنب فتش يا عم تبشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف أداري دموعي جواها حدش عنده فرحة يا سلف أنا مش عارفني أنا التوت مني أنا مش أنا أنا مش عارفني أنا التوت مني أنا مش أنا أنا مش عايز دوشة أبات برة أبات جوة دي حاجة تبع المزاج والكيف ماشي مش عايز عكنانة وبراحتي محدش عنده ضحكة يا سلف أداري أمي مالها صوت في البيت صوت ايه مين اللي سجل يعمل ممكن تكون قطه يا سي خميس الحريم يدخلوا الاول خال تفزوا الزومات يخليكم في ضهري يلا في ايه في حد كان بيحاول يحط من العصفوره يا فندم انتوا فين تتفرجوا ورا ورا ايه يا ابني في ايه؟ طورت مني على البحر تتبعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينة في ايدك دي يا ابني كده هتعور نفسك ما تخافش انا هسيب السلاح اهو اهو عشان تضطرني حاجة يا ابني سيب السكينة اللي في ايدك دي ما تخافيش يا كرام ما تخافيش يا حبيبتي ده ضيف واكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده يلا يلا اثبت خليك مخانق قوم قوم
اخويا هم. تعالى خفيف. ولا اي حاجه. وطي ياض حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحه يا زوز، شويشه مطي. ده مهما كانت عدى اسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد راي الرجاله عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطيه يا رجاله اللي تقول عليها يا افندينا؟ شفت، لازم اخد راي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشاه بالله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ مش عاوز تقولي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضية دي كلها، ودي فيها إعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ هتبصلي؟ خايف من ايه؟ في ايد خايف منه أكتر من الإعدام؟ بطرد! تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة، ومحتاج أعرف من حضرتك أسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المنشط؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. أنت دخلت هنا إزاي؟